هل احمد الفيشاوي بيكرييت ترند لنفسه؟ الحقيقه لا، مش بالاصح يعني، يمكن هي بتيجي بالصدفه، بس انا بحاول ان انا يعني اشتغل على قدر الامكان وادي شغلي كل حاجه، ويمكن هو ده اللي عامل الترند. اوكي، مين بيعجبك دماغه في فكره انه بيجري بيعمل ترند لنفسه او بيشتغل على نفسه بالمنظر؟ محمد رمضان. محمد رمضان. اه طبعا. لو جات لك فرصه انك تشتغل مع محمد رمضان هتعمل كده؟ اه طبعا، انا بحبه جدا على فكره محمد رمضان، بس نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 4 والحاجات دي مواسم مش